كعادتها الإعلامية الكويتية ميل عيدان لا يمر حدث وإلا ترد عليه وتعلق أو تهاجم أو تسخر. المهم هي حاضرة في كل الأحداث المتداولة من المحيط إلى الخليج، فلم تترك خبر دنيا بطمة يمر مرور الكرام، حتى أعادت نشر خبر الحكم على دنيا بطمة بسنة سجن نافذة، وكذلك أعادت نشر تعليق مريم حسين على الخبر، حيث قالت مريم حسين: إن الله يمهل ولا يهمل، كنت تحيي هذا الحساب يوم من الأيام، ولكن رب العالمين اللهم لا شماتة والله سامح الجميع. ومايل عيدان بدورها علقت على الموضوع الذي نشرته بالقول: الحكم بسجن دنيا بطمة، سبحان الله، كنت فرحانة على حبس منى الصابر، الدنيا داين تدان، وهالحساب حمزة منبيبي سبتيني فيه بأوسخ الألفاظ بالعرض والشرف، عموما السجن تهذيب وإصلاح، أتمنى يصلحك. وكان صباح اليوم الأربعاء قد قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش بالسجن في حق دنيا بطمة لمدة 12 شهرا، وذلك على خلفية تورطها في قضية الحساب حمزة منبيبي. وأدينت بطمة أيضا ببث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد، وعرقلت سير هذا النظام. من جهة أخرى جرى تأييد الحكم الابتدائي في حق شقيقتها ابتسام بطمة بالسجن سنة نافذة، وكانت دنيا بطمة نفت مرارا صلتها بالحساب المثير للجدل، وأكدت أنها تتعرض لحملة من قبل أشخاص يريدون الإساءة إليها والنيل من نجاحها الفني.